السلام عليكم الأصدقاء، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نقوموا بتصحيح تمرين 38 اللي كاين في الصفحة 130. فوالا، اللي كاين في الصفحة 130. بالنسبة لهذا الكتاب، هذا راه هو الكتاب ديال المفيد، التلاميذ ديال تانية بكالوريا فيزيك وأزفاك. أوكي، دونك غادي نحاول نقراو التمرين هذا. التمرين هذا غادي نزيدو نثبتو فيه داك القاعدة ديال la concavité et point d'inflexion هي واش كونفيكس ou bien concave. راه غادي نعرفوهم ان شاء الله من خلال هذا التمرين هذا. alors soit f la fonction numérique définie sur R. alors عندنا واحد la fonction f qui est définie في l'ensemble R. f de x شحال كتساوي؟ هي x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 2x moins 5. c'est bien. alors pour la première question طلبوا منا اننا نتيديو les variations de la fonction f. C'est-à-dire, غادي نقومو بدراسة لي فاريياسيون، سيتادير نعرفو واش اف كرواسانت و بيان ديكرواسانت بحال هكا. الوغ باش نعرفو لي فاريياسيون دو لا فونكسيون اف، خاصنا أول حاجة شنو نديرو؟ نمشيو نحسبو اف بريم دو اكس. مزيان، وحنا عارفين بأنه إلا بغينا نحسبو اف بريم دو اكس، خاصنا نبينو بأنه اف ديريفابل في ار. الوغ بالنسبة للسيونس فيزيك، يكفي أنهم يكسبو اف ديريفابل سيغ ار، لكن بالنسبة للسيونس ما تخصهم يمونطخيو ضروري، أوكي؟ هي هنايا في هذه الحالة راه باينة لأنها سي اون فونكسيون بولينوم. ألوغ نشوفو لا كوريكسيون. فوالا، ألوغ سوا إكس أبارتيان إر. هنا كنت نسيت نوصل لخر عاد ضفتها. المهم حاولو تردو البال، نحاول نرد البال تا أنا باش منساوش، لأنه بحال هاد النقاط الصغيرة ممكن باغفو هما لي يضيعو لينا النقاط. صافي، إذا عندي إكس إكس أبارتيان لونسومبل إر إي إف ديريفابل سوغ إر. ألوغ نمشي نحسب إف بريم دو إكس. إف بريم دو إكس هي إف دو إكس بريم. Alors, on a x à la puissance 3 prime, il y a 3 fois x au carré. On peut dire la puissance n fois x à la puissance n moins 1. C'est ce que j'ai fait. 3 fois 2, c'est 6. 6x moins 2, ou on dit c'est 0. Voilà, donc on dit f de x. F prime de x. Alors, on a besoin de savoir les variations de f prime de x. On a besoin de savoir ce qu'on dit. Fin, qu'est-ce qu'on est positif, fin, qu'est-ce qu'on est négatif. On a besoin de savoir positif. Donc, f de x, est-ce qu'on est croissante, qu'est-ce qu'on est négatif, est-ce qu'on est décroissante. الوغ الا غنحسبو دلتا، ياك غادي نحسبو دلتا وغادي نلقاو لي سوليسيون. الا ما بغيتوش تعدو راسكم ما تحسبوش دلتا، كاينه واحد حاجه في الكالكول غنحسبو بها لي سوليسيون نيشان. الوغ كتوركو من هاد مود سيت اب، خمسة هنا عندي خمسة، غنمشي لخمسة وغادي نورك منها. خمسة ثلاثة ثلاثة، فوالا دونك هاي عطاتني. اذا هادي ليكواسيون ديال دوزيام دوغري. هنا عندي 3 دونك غنكتب 3 égal. هنا عندي موان 6 دونك نكتب موان 6 égal. هنا عندي 2 نكتب 2 égal. فوالا، دونك فاش كتكون دلتا بوزيتيف راه كيعطيوني لي سوليسيون. دونك هاي السوليسيون الاولى نكتبها هنايا، والسوليسيون الثانيه هاي نكتبها هنايا. فوالا، وفي الاخر كتخرجوا بحال هكا ايوا صافي، كتفيو كالكول ديالكم وغتكملوا. اذا هاني عرفت لي سوليسيون. هنايا كنشوف لو سين ديال ا 3 بوزيتيف، دونك هنا غتكون بلس بلس، وهنا غتكون موان. الوغ الا كانت بلس دونك اف را croissante, quand moins décroissante, plus croissante. Et voilà, quand on calcule l'image, donc on a la limite de x tend vers moins l'infini, il y a f de x, on a dit degré 3, alors moins l'infini, quand on a le on a la puissance. Et on a plus l'infini, et voilà, quand on calcule l'image de la nombre, l'image de la nombre, et voilà. Donc on a fait le premier. D'abord, on passe à la deuxième question. Alors, tout le monde, on a calculé f seconde pour tout x appartient à r. Alors, je vais vous dire, on a calculé f seconde. خصنا نشوفو واش f بريم اي ديريفابل سوغ r. alors premièrement soit x appartient à r et deuxièmement f بريم اي ديريفابل سوغ r. alors هنا غيكون عندي الحق باش انني نحسب f سكوند. alors f سكوند دو x كتساوي هادي هي f بريم بريم. اذا هنايا 3 فوا 2 سي 6 x موان 6 فوا 1 اللي هي 6 صافي، وهادي سي 0. alors هادي هي 6 6 facteur x moins 1. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, بالنسبة لآخر سؤال واللي هو اللي داير عليه البلان كله، étudier la concavité de la courbe C de F de la fonction F et déterminer ses points d'inflexion. Alors, أول حاجة، طالبيننا ندرسو la concavité de la courbe C de F. C'est-à-dire، إمتى غادي تكون C de F convexe وإمتى غادي تكون C de F concave. puis غادي نحاولو نديتيرميني و بوان دانفليكسيون. شنو كنقصدو بوان دانفليكسيون؟ بمعنى البوان اللي غادي يلتقي فيها لا طونجونت مع لا كورب سي دو اف. الوغ تيكون لا طونجونت
كيما بغا يكون سي دو اف، خاصة داك النقطة اللي غتلاقى معاه، يعني لا كورب سي دو اف ترافيرس سا طونجون، يعني فاش غادي ترافيرسي لا طونجون ديالو هذيك البوان راه كتسمى بوان دانفليكسيون، كنسميوها ام زيرو. كيبان لكم مزيان؟ اوكي. كتكون البوان دانفليكسيون ام زيرو لي لي كوردوني ديال اكس زيرو اف دو اكس زيرو. فوالا دونك شوفوا لا كوريكسيون. الوغ اول حاجه الا بغيت نعرف واش لا فونكسيون سي دو لا كورب سي دو اف دو لا فونكسيون اف واش كونكاف او بيان كونفكس، غادي نمشي نلعب على اف سكوند، لان اف سكوند هي اللي دار عليها كل شيء. لا الا بغيت نجبد البوان دانفليكسيون، ولا الا بغيت نجبد لا كونكافيتي. الوغ كنمشي نشوف اف سكوند فين كتكون بوزيتيف فين كتكون نيجاتيف. فوالا الوغ هنايا الا بغيت نعرف واش هادي امتى كتساوي زيرو، دونك فوالا بحال ايكواسيون. اي فوالا غنلقاو بلي هاد الاف سكوند سانول اون 1. الوغ هنايا غتكون مادام هنا عندي 6 بوزيتيف دونك هنا بلس موان سي بيان. الوغ فين غتكون كونفيكس؟ حنا عارفين بانه لا كورب سي دو اف كتكون كونفيكس الا كانت كيكو سوا اكس ابارتيان واحد لانترفال اي اف سكوند دو اكس تكون بوزيتيف. الوغ هنايا دي اف سكوند فين عندي بوزيتيف في لانترفال 1 بلس لانفيني. الوغ الا كانت عندي اف سكوند دو اكس اي ستريكت سوبيريور ايغال ا زيرو في لانترفال او بيان كيكو سوا اكس ابارتيان 1 بلس لانفيني، الوغ لا كورب سي دو اف اي كونفكس في هاد لانترفال 1 بلس لانفيني. الوغ لا كورب سي دو اف اي كونفكس سور 1 بلس لانفيني. علاش؟ لانه كيكو سوا اكس ابارتيان ا 1 بلس لانفيني f سكوند دو x راه سوبيريور ايغال ا زيرو. الوغ كاينه هاد الطريقه هادي اللي كنعتمد ليها، كنعتمد على f سكوند، كاينه الطريقه اللي كنعتمد على لا كورب. وهاد في القضيه هادي الا كان عندي لا كورب راه كنشوف غير لا كورب، الا كان الشكل داير بحال هكا راه كنقول كونفكس، الا كان الشكل داير بحال هكا راه كنقول كونكاف. الوغ امتى غتكون عندي كونكاف؟ حنا عارفين بانه الا كانت كيكو سوا اكس ابارتيان لواحد لانترفال اي، الا كانت اف سكوند دو اكس انفيريور ايغال ا زيرو، الوغ تو سامبلومون لا كورب سي دو اف كيكون كونكاف في داك لانترفال. الوغ فين عندي اف سكوند نيجاتيف؟ هنا. الوغ كيكو سوا اكس ابارتيان موان لانفيني ان، اف سكوند دو اكس راه نيجاتيف. الوغ غنقولو لا كورب سي دو اف اي كونكاف سور لانترفال موان لانفيني ان. علاش؟ كيما قلت ليكم انه كيكو سوا كيما بغا يكون اكس في لانترفال موان لانفيني ان، راه اف سكوند دو اكس انفيريور ايغال ا زيرو. فهمتوني؟ كنتمنى تكونو فهمتوني مزيان. دابا غادي نشوفو البوان دانفليكسيون. الوغ حنا قلت ليكم بانه البوان دانفليكسيون على حساب فاش كيكون عندي لا كورب، فاش كيكون عندي لا كورب بحال هكا منصوم تيكونو راسمي ليا فاش كنكون لا كورب سي دو اف، لا كورب سي دو اف فوالا، كاين عندي لاكس دي زوردوني لاكس دي زابسيس. الوغ كيكون عندي داك لا كورب، فاش داك لا كورب كيدوز من داك لا طونجونت اولا فاش كيتلاقى مع داك لا طونجونت، داك النقطة اللي غيتلاقى معاه هاديك النقطة هي اللي كنسميها بوان دانفليكسيون. هاد فهاد الحالة هادي الا كان عندي لا كورب، الا كان عندي زعما الشكل. لكن الا ما كانش عندي الشكل وكان عندي طابلو بحال هكا، علاش كنركز؟ كنمشي نركز على اف سكوند. الوغ الا كانت اف سكوند غادي نمشي نقلب اف سكوند فين كتانولا، يعني فين كتساوي زيرو، و امتى كتشونجي دو سين. الوغ دابري هاد لو طابلو هذا اللي درناه حنا بينا بانه اف سكوند كتساوي زيرو الا عوضنا اكس بار 1 و كتشونجي دو سين. هنا كانت نيجاتيف هنا ولات بوزيتيف، شكون لي شونجا ليها هاد لو سين هذا؟ 1 1 هو لي لعب عليها. الوغ بويسكو اف سكوند سانولون 1 يعني كتساوي 0 في 1 اي شونج دو سين دو بار اي دوتر دو 1 يعني كتشونجي دو سين، مره كتكون هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف، و بيان هنا بوزيتيف مي نيجاتيف، كتشونجي دو سين ما كيبقاش عندها ميم سين بلس بلس ولا موان موان، نو كتشونجي دو سين. الوغ تو سامبلومون لو بوين كنسميها ام 0، هذاك النقطه اللي كتشونجي فيها دو سين وكتسانولي فيها كنكتبوها 1، وكنكتبو اف دو 1 ولا حسبنا اف دو 1 راه غيعطينا موان 5 دابري ليكزيرسيس. فوالا دي اف دو اكس كنعوض باغ 1 فوالا اي تان بوان دانفليكسيون على كورب سي دو اف فوالا. اي فوالا لي زامي، هذا ما كان في هذا لا فيديو هذا، جيسبر ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نتلاقى معكم في انذر فيديو. السلام عليكم.